اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا على شاشه التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله ام النهارده متنوعه، فيها كل حاجه ممكن نلاقيها عندنا في التلاجه وفي المطبخ. معانا النهارده البتنجان واللحمه المفرومه، جبنه موزاريلا بيض، هنعمل مكرونه من المطبخ الطلياني اسمها سيليسيان. هو الاسم شويه ممكن يكون غريب، والله اللي عاجبني في شكل المكرونه ان هي بتاخد شكل الهرم الغذائي، وطبعا بتتغلف بعجينه الجلاش، وهنعملها مع بعض. هيبقى داخلها بتنجان ولحمه مفرومه وجبنه ومكرونه اسباجيتي. هنعمل كمان النهارده طبق شوربه انا وعدت حضراتكم بيه من الاسبوع الماضي، شوربه الخضار المهروسه. هنعملها ازاي مع بعض؟ لكبار السن، للي معاهم مشكله مع القولون وسرعه الهضم ومشاكل الهضم، شوربه الخضار دي فيها كل انواع الخضار، ممكن ندخل فيها لحمه او فراخ برضو، وكلها تتفرم مع بعضيها وبالف هنا وشفا. معانا النهارده للاطفال الحلوين بمناسبه اجازه المدارس وخلاص قاعدين بنستمتع مع اولادنا، هنعمل المافن الشوكولاه. هنعمله بطريقه الخاصه النهارده، ونعرف ازاي تبقى الشوكولاه جوه حبه المافن لطيفه وجميله. وش مافن ممكن ناكله مع نشرب ناكله مع كوبايه شاي، فنجان قهوه، عصير، زي ما احنا حابين واحنا رايحين على النادي. معانا سلطه النهارده لطيفه قوي على فكره، الوانها كمان حلوه، سلطه البرجر بالذره، البرجر بالوانه الحلوه وشكله الحلو، هياخد ذره صفراء مع خس كابوتشا مع فليفر بسيط وسهل من زيت الزيتون وعصير الليمون. يعني حلقتي متنوعه النهارده، فيها افكار بسيطه وسهله نقدر ان احنا نعملها بكل سهوله. خلينا نطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل نشوف معلومه غير معلومه مع مطبخ بطعم تاني واكله امي. اوعى تروحوا بعيد. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، محلك سرك يا ابو الشيف، وكالعاده خط سر الحلقه بتاعتنا هيمشي ازاي اذا هي زحمه بالشكل ده. مافن بالشوكولاه، شوربه الخضار المهروسه، معانا كمان مكرونه سيليسيان، وسلطه لطيفه وجميله. خلونا نبدا باول حاجه، المافن بتاعنا نجهزه وندخله الفرن على ما يستوي، نكون اشتغلنا في المكرونه تخش الفرن مكان المافن. هي دي خطوات، ده مهم جدا انك تنظمي وقتك في المطبخ، وتدخلي على النار وتدخلي الفرن وتحطي على النار وهكذا. مخرجنا الجميل، فريق الاعداد الجميل، مقادير المافن بالشوكولاه لاطفالنا الحلوين اللي بيحبوا الشيف المغازي، عباره عن شوكولاه، ممكن الشوكولاه دي في منها انواع في السوبر ماركت، في معانا كاكاو 4 معالق، معانا من الحليب نص كوب، معانا زيت نص كوب، 3 بيضات، فانيليا، 1 كوب وربع من الدقيق. هي دي المقادير ببساطه شديده، وما ننساش طبعا البيكنج باودر. دي المقادير ببساطه خالص. تعالوا نشوفوا ازاي هنعمل مع بعض المافن بالشوكولاه، مقاديره بسيطه وسهله في متناول الجميع. اول حاجه هنبدا نخلطها مع بعضيها البيض. حلو الكلام. بسم الله الرحمن الرحيم. 3 بيضات بيتخفقوا كده مع بعض في اناء مخصص لعمل الكيك، ده بديل للعجان مفيش مشكله. اهوت اهو ده كده 3 بيضات معانا، بنخفقهم كده، عايزين سرعة خفق. حلو قوي. بنبدأ بنحط السكر بتاعنا، السكر ده يا شيف تقريبا نص كوب من السكر، اللهم صل على النبي، تقريبا نص كوباية اهو اهو. حلو، كفاية قوي بالشكل ده كده، ونخفق السكر مع البيض، وخفق السكر مع البيض بيساعد على خفق البيض سريعا. حلو. هنبدا ننزل عليه بالزيت والحليب والكاكاو واحده واحده. ادي الزيت بتاعنا. حلو، ننزل بالحليب، الفانيليا يا عم الشيف علشان الزفاره بتاعه البيض، ده كالعاده. كل دول مع بعض زي الفل، نقلبهم مع بعض. أنا النهارده بعمل المافن كيك علشان أو المافن الشوكولاته علشان الأطفال الحلوين يخشوا المطبخ يعملوه، يعني الطفل أو البنوتة الجميلة في أجازة تخش تساعد مامتها تعمل الحاجة الحلوة ديت. معانا طبعًا 3 بيضات حطينا عليهم نص كوب من الزيت والحليب والزيت والفانيليا وضربناهم مع بعض بالشكل ده كده. ناخد أول اتصال. مين من الحبايب؟ مدام مي، إزيك؟ إزيك يا شيخ، عامل إيه؟ الحمد لله رب العالمين.
عايزين نعرف طريقة البيتزا اللي هي باللحمة المفرومة والكيك اللي انت بتعمله على التلفزيون دلوقتي منزلين دي. تاني يا ست الكل معلش السؤال، عايزين نعرف البيتزا باللحمة المفرومة. كيكة باللحمة المفرومة. لا بيتزا. بيتزا باللحمة المفرومة. الصوت يا شباب انا معاكم. بيتزا باللحمة المفرومة وايه كمان يا ست الكل؟ والكيكة اللي انت بتعملها دلوقتي. والكيكة المعدنية اللي انا بعملها المافن. حاضر. عينيا الاثنين. حاضر تحت امرك. طيب اول حاجة البيتزا باللحمة المفرومة زي اي نوع بيتزا، بس انا مع ان اللحمة المفرومة لما تتحط على وش البيتزا لازم تتكور صغير كده قد صفار البيض، يعني اودع حباية الحمص الشام مثلا وهي مسلوقة ونحطها على وش اللحمة تبقى لطيفة وجميلة، ده افضل. او نعملها كفتة ونكسرها على وش البيتزا علشان ما تعملكيش علامات كده ورغاوة على وش البيتزا. ونبدا نحط بصل وطماطم على الحشوه بتاعه البيتزا ونبدا نشوف عجينه البيتزا. يا عم الشيف عباره عن ايه؟ عباره عن 3 كوبايات من الدقيق، بياخدوا نص كوب من زيت الزيتون، بياخدوا معلقه خميره مع معلقه سكر، دي الماده الدهنيه زيت زيتون او سمنه زي ما انت عايزه. نعجن العجينه، اذا احتاجت شويه ميه بنحط ميه دافيه او حليب. بعد ما بنعجنها بتسيبها تتخمر لمده ساعه او نص ساعه تقريبا، وبعدين بنقطعها ونخمرها 3 مراحل. مرحله بعد ما نعجنها مباشره، المرحله الثانيه بعد ما نفرطها في الصينيه، المرحله الثانيه بعد ما نحط عليها الحشوه بتاعتها عشان تبقى في الفرن طالعه لك كرافت كده وتبقى لطيفه وجميله. انا حطيت دلوقتي الدقيق، هحط عليه الكاكاو دلوقتي. انا بجهز المافن واحط على الكاكاو والدقيق البيكنج باودر. واحده واحده كده. تقريبا معلقه شاي صغيره، كل دول هقلبهم مع بعض. دي مواد جافه، يبقى انا قسمت المافن لجزئين، مواد سائله ومواد جافه. حلو قوي. نقلب دول كده مع بعض، دقيق كاكاو بيكنج باودر. اتاكد ان دول اتقلبوا تمام. بناخد نقلبهم كده مع الخليط السائل بتاعنا. ونقلبهم كده اهو، نبص عليه كده اهو اهو اهو. خلص الكلام. مافن الشوكولاته اهو. عندنا قوالب الكب كيك بتاعتنا اللطيفه القوام ده مهم جدا اهو. اساتذه المصورين حبايبي، فرسان التلفزيون المصري اهو اهو. المافن اهو بالشكل ده كده اهو. جالي سؤال دلوقتي، سؤال وهمي من المخرج، قال لي ايه الفرق بين الكيكه والمافن؟ سؤال حلو، سؤال وجيه، حلو قوي يا شفيع على فكره. الفرق بين الاثنين، المافن دايما لما نفتحه بيتحط معاه الشوكولاته والفواكه صحيحه وسليمه، الكيكه بتتحط زي ما هي، زي الانجليش كيك كده. حلو الكلام ده، اعرف الفرق بين الاثنين عشان لما تعمليه في البيت. حلو؟ والمافن ممكن نقدم معاه ايس كريم او نحط فيه مكعبات شوكولاته احنا بنحبها حسب الرغبه. تعالوا مع بعض نقسمه في القوالب بتاعته. معانا زينب. يا زينب ازيك؟ يا اهلا يا اهلا يا امير الشفات كلهم. الله يبارك لك يا ست الكل. يا دكتور احمد، يا هندسه وفنن وابداع. الله يبارك لك يا اختي، الله يبارك لك. امريني انا مع حضرتك اشكرك على ذوقك. ده حضرتك كل امير الذوق وامير الشفات وامير كل حاجه. الله يبارك لك، اشكرك. تحت امرك، اتفضلي. أنا كنت عايزة أعرف استخدامات زيت السمسم. زيت السمسم، عشان عندي زيت سمسم وعايزة أعرف استخداماته، عشان دكتورة بسمة قالت ما هو أهمية زيت السمسم، وكانت الحلقة يوم الأربعاء هتخلص وعدناها يوم الجمعة. عدناها حلقة يوم الأربعاء بتاعت الدكتورة بنعتها يوم الجمعة. بس هي ما كملتش الاستخدامات. الاستخدامات عند حضرتك يا أمير الشفات كلها. الله يبارك لك، أشكرك على ذوقك، شهادة أنا فخور بيها. زيت السمسم يا ست الكل قيمته الغذائيه عاليه جدا، تفوق كل الزيوت. اولا هو زيت صحي امن، رقم 2 غني جدا باوميجا 3، الرائحه بتاعته رائحه فواهه تنقلك على المطبخ الياباني والمطبخ الصيني، تستخدميه في الفرايد رايز، تستخدميه في الاكل الصيني، لو عايزه تطير على الصين وانت قاعده في مصر ام الدنيا كده تستمتعي بالاكل الصيني. انا بقسم مقادير المافن كده في قلب القوالب بالشكل ده كده، ومعايا شوكولاه متقطعه. الشوكولاه دي انا بعشقها، بضعف قلب الصغير يعني لا يتحمل لما بيشوف الشوكولاه قدامه بصراحه، ما بيقدرش يقاوم، يقولوا لي بقى رجيم، يقولوا لي يا شيف السكر، لا لا خالص الكلام ده مش معايا. مين يا فندم؟
هاجر. يا هاجر ازيك؟ ازيك يا شيخ؟ نعمه والحمد لله يا هاجر. عامل ايه؟ نعمه يا ست الكل. بتكلمينا منين يا هاجر؟ من سوهاج. سوهاج، تحيه كبيره لصعيد مصر من مزبيرو. الحمد لله رب العالمين. امريني. تسلم يا رب. انا عايزه بس طريقتي لكفته الفراخ. كفتة الفراخ، حاضر، عينيا الاثنين. واختي عايزه بتكلمك، واخويا الصغير عزه. اديني عزه. اها، اختي عايزه تكلمك. ايوه يا عزه. الو، ازيك يا شيخ؟ الحمد لله رب العالمين. تمام الحمد لله. عامل ايه؟ انا بحبك جدا. اشكرك يا عزه، كلك ذوق. اشكرك على ذوقك. والله العظيم مبسوط ان انا بطلع على الهوا. لا تحت امرك، ان شاء الله قريب ان شاء الله نستضيف معانا ضيوف. شكرا. اخويا عاوز يكلمك. اديني اخوك، اتفضلي. طيب حاضر عيني. طب احط الشوكولاته في القوالب الكب كيك اهو. عشان عزه واخواتها وكل الصعيد الجميل اللي انا بوجه له تحيه كبيره من مزبيرو. اهو بازل الشوكولاته كده في قلب الايه، القوالب. اهو ما دي هتسيح جوه القوالب يا شفيق. لا اله الا الله. اهو بيقول لي دي هتنها سليمه كده. معقوله؟ معقوله لازم تسيح عشان هي كده بقى اسمها موفن كيك، عشان الشوكولاته دي هتبقى واخده ايه سكه لوحدها جوه الايه المافن لوحده. هندخلها الفرن يا غالي. حاضر عينيا. درجة حرارة الفرن كام؟ 180. الطايم بتاعنا كام؟ بالظبط كده 15 دقيقة. هنشوف أحلى أحلى مافن. ولكن حاجة عايز أقول عليها قبل ما ندخل المافن الفرن، ودي مهمة جدا على فكرة. المكان بتاعه فين في الفرن؟ هل هو ممكن يتحط في أرضية الفرن؟ هل إن إحنا نحطه في على شبكة الفرن؟ ده مهم جدا. بالشكل ده كده. مخرجنا الجميل. بص عليه البصه الاخيره. مافن، مافن الشوكولاته. اطلعه تاني. طيب مافن الشوكولاته بتاعنا حطيناه في الفرن في درجه حراره 180، بنسيبه لمده 15 دقيقه، بنطلعه من الفرن. وارد انك انت ممكن تحط عليه اي سيرب انت عايزاه، تقديمه زي ما هو، تقديمه ايس كريم حسب رغبه ولادك، ربنا يخليهم لك. خلينا نطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل هنشوف مكرونه سلسيان، هنشوف سلطة جميلة جدا، سلطة البنجر بالذرة، وكمان عندنا شوربة الخضار المهروسة لكبار السن والأطفال، وخاصة مريض الكولون اللي بيعاني من مشكلة سرعة الهضم ومشاكل الهضم. الشوربة ديت مفيدة جدا وشوربة صحية وهيلسي. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. محلك سرك يا ابو الشيف، كل حاجه على ايدك يا تاجر. انا هعمل دلوقتي شوربه خضار، وشوربه الخضار دي انا بهديها لكبار السن وكمان الاطفال الحلوين واللي عنده مشكله مع الكولون وسرعه الهضم والهضم، ودي حاجه يعني بتتم مع العمر. الواحد ممكن بياكل سريع، انا من الناس اللي بتحب تاكل بسرعه، ما تقعدش على الوقت على وقت كبير على الاكل، ولكن مضغ الاكل جيدا قبل البلع دي مهمه جدا. كانوا يعلمونا زمان في الابتدائي مضغ الاكل جيدا علشان ما ياخدش هضم كتير وما يتعبش المعده، بس احفظها الجمله دي مهمه جدا. يعني دي بتساعدك على انك انت معدتك تنها سليمه طول العمر كله. المقادير على الشاشه معانا: بطاطس وكوسه وجزر ومكرونه صغيره او ممكن يكون رز، معانا الكرفس ملك الشوربه، ومعانا بصل وتوم والبهارات الحلوه بتاعتنا، وعصير طماطم حسب الرغبه، ممكن تحط لها طماطم او ما تحطلهاش طماطم، ده اختياري. المقادير لطيفه وبسيطه وسهلة في متناول الجميع، ولكن نعملها بزبدة ولا زيت، نعملها بسمنة زي ما انت عايزة. ولكن للأمانة أنا هستخدم معلقة زيت صغيرة على عينك يا تاجر بس خلاص. أحمر فيها وأشوح فيها البصلة شوية. حلة سخنة كده بس، أشوح البصلة كده تاخد اللون ده كده. الشوربة دي بهديها طبعا، أنا وعدت حضراتكم بيها كان يوم الخميس. كده البصلايه تتكرمل معايا. في حالة تحمير البصلايه أرحم عينيا من الدموع، يعني بلاش عشان ريحة البصل أحط شوية البهارات. إيه بهاراتك يا عم الشيف؟ شوية زعتر حلوين محترمين بتدي فليفر حلو، وشوية فلفل أسود. يعني أتبل البصلايه، أنا بحب أتبل البصلايه وهي بتتحمر على النار، مش في كل الأكلات. يعني في طبق شوربه زي ده كده مثلا بعمل طبق مكرونه مثلا وهكذا. سنه بابريكا وده اختياري. شويه كركم مفيد جدا للجهاز الهضمي، بما ان احنا بنعمل اكلات تريح الجهاز الهضمي. شويه كزبره. الله على الريحه الحلوه، بدات اشم ريحه حلوه. مش ريحه البصل خالص،
ريحه التوابل. معانا يا ملك. ازيك يا سيدي؟ اهلا وسهلا يا ملوك. الحمد لله، بحب كل اكلاتك. وانا بحبك يا ملوك. عندك كم سنه يا ملوكه؟ عندي 12. 12 سنه، عسوله اموره. ايه يا ست الكل، امورين؟ عايزه طريقه النجريسكو. طريقه ايه يا ست الكل؟ النجريسكو. حاضر، عينيا. النجريسكو هنعملها لك ان شاء الله، ونقول لكم على مقاديرها بعد ما نخلص اللايف بتاعنا. البطاطس متقطعه مكعبات، حاططها في ميه طبعا عشان لونها ما يسودش. معايا جزر متقطع مكعبات صغيره. معايا كوسه متقطعه صغير، ممكن نحط بسله حسب الرغبه. واحط شويه جزر كمان وكوسه كمان اهو. معانا مكرونه صغيره اهي. كل ده مع بعض. اتفرجوا عليها دلوقتي هتعجبكم قوي على فكره. ممكن تستبدلي بدل المكرونه رز. ممكن تستبدلي بدل الرز شويه عدس. عدس اصفر تبقى لطيفه وجميله. حطيت طماطم. الشوربه دي خطيره. كل ده مع بعضه والميه بتغلي. يا ويلي، خلصت الشوربه. زلزال يا عم الشيف على عين البوتاجاز. بس خلاص. ممكن بدل الشوربه دي يا عم الشيف عندنا مثلا شوربه لحمه، شوربه فراخ، شوربه سمك. مش هتقول لا، ده اختياري بقى. اي فليفر عندك مفيش مشكله. لا ده ولا ده، الطعم هيطلع من بين اصابع ايدك العشره. زي زمان كده. زمان ما كانوش يعرفوا لا طعم ولا فليفر. يعني ايه؟ يعني الاكل بطبيعته، بتلقائيته، كل حاجه كده بطبيعتها. الخضار يتقطع بطبيعته، الميه والشوربه. انما دلوقتي بنلاقي حاجات كتيره بقى على الرفوف بتاع الارفف بتاعه السوبر ماركت، فليفر كتير. احنا ما بنقولهاش لا، ما نكترش منها. لان الحاجات اللي بتتصنع دي ما نعرفش ايه المنتج ده، ايه مكوناته للامانه. يعني نرجع لزمان وايام زمان واكله امي. طعم الحب وطعم الحنان بيطلع من بين اصابع ايديها العشره. كل دي الشوربه على النار. انا مش هنزل الكرفس دلوقتي خالص، انا هغطيها. كل مكونات الشوربه على النار. المطلوب هنا ان هي تغلى على النار بكثافه، وبعد ما تستوي الخضار ده كله مع بعضه بنضربه في قلب الخلاط او بنهرسه بالميكس بتاعنا، وتطلع معاكي ناعمه. وبنحط الكرفس بتاعنا بعد ما نفرمه بالسكينه ناعم. هنفرم الكرفس كده واحنا شغالين. واحده واحده. دايما لما بتيجي سيره الكرفس او اي خضروات ورقيه بقول الجمله اللي حضراتكم بتسمعوها مني دايما: غسيل الخضار قبل تقطيعه مش بعد تقطيعه. علل ولماذا؟ علشان نحافظ على السائل اللي موجود في الخضار، اذا كان كرفس اذا كان جرجير وهكذا. في اسئله على السوشيال ميديا بتسالني، بتقول يا شيف مغازي عروق الكرفس بنستخدمها؟ طبعا، ده هي فيها كل الطعم، فيها الفريفر كله. عروق الكرفس دي مهمه جدا على فكره، اهم من الورق. بس نفرمها ناعم. والله العظيم للامانه انا دلوقتي الريحه، ريحه الكرفس في مناخيري وفي السكينه وفي صابع ايدي وفي كل حاجه ماليه الاستوديو. كرفس. كرفس افرنجي. والبلدي برضو مش هيقول لا. كرفس ملك الشوربه. الشوربه دي لما تاخد كرفس هتبقى شخصيتها قويه جدا. عينيا. بالشكل كده. خلونا افرم الكرفس واعيش مع ريحه الكرفس الحلوه اللي تفتح النفس. ونرجع بعد الفاصل مع سلطه لطيفه جميله، سلطه البنجر بالذره، ونشوف المافن بتاعنا، ومعانا طبق مكرونه سيليسيان. والله معانا الوقت هنعمله ان شاء الله، هنعمله باذن الله. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. عملت ايه في الفاصل يا شيف؟ الشوربه بتاعتي استوت، خلطتها طبعا وكسرتها وضربتها بالخلاط. خلي ده كده على جنب. تعالوا نبص عليها كده، نظره الايه؟ الحب للشوربه ديت. معانا اتصال نجات. يا نجات ازيك؟ ازيك يا شيف؟ اهلا وسهلا. والله لسه اخش معاك من زمان والله. يعني الله يبارك لك، انا حابه اكلاتك والله. الله يديك الصحه يا ست الكل. ايه رايك في الشوربه اللي انا عاملها ديت؟ عسل. مهروسه جاهزه. عسل. ألف أنا وشفا. أنا بس عايز أطلب منك يا شيف والنبي تعمل لي طريقة العدس والبصارة على طريقة أمنا بتاع زمان. يعني حاضر، عينيا. أنا عملت البصارة قبل كده، ولكن مش مستحيل أوصل لطعم الأم، وخاصة في أكلة البصارة.
شايفين الكرفس؟ اه الكرفس دي ما اقولكش. اه بص اه 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 الشوربه دي رهيبه، كل حاجه اه دي تقعد في الثلاجه عندك اسبوع، طلعي تسخني منها وتشربي. يعني كبار السن، الاطفال الحلوين اللي لسه صغيرين، الشوربه دي تطلع من الفرن كده اهي، والمكرونه مستويه وكل حاجه مستويه وكلها اتخلطت مع بعضيها. بديل المكرونه رز، بدل الرز عدس. الشوربه دي انا بعشقها. اه ويا سلام لو حطينا فيها شويه جنزبيل ما اقولكيش. معانا اتصال، مين؟ رباب. يا رباب ازاي؟ الحمد لله يا شيف، اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله يا ست الكل. كنت عايزه اسال على طريقه الزلابيه، معلش. الزلابيه عينيا. حاضر. الزلابيه عجينتها سهله جدا، عباره عن كوبايتين من الدقيق، بياخدوا معلقه سكر، معلقه خميره، رشه ملح، معلقه نشا. السر لعجينه الزلابيه عشان تبقى مقرمشه معاكي، تحط لها معلقه نشا في المكونات. صلى على الحبيب، قلبك يطيب مع المافن بتاعنا اللطيف، مافن بالشوكولاته. هنسيبه يبرد شويه ونغرفه. دلعهولي يا شفيق، تعالوا مع بعض نشوف ازاي واحنا شغالين مع بعض كده نغرف الشوربه بتاعتنا كمان، شوربه الخضار المهروسه. اه اللهم صل على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم، هنغرفها هنا. الشوربه دي بقى فيها يعني كل حاجه بتدوق، فيها الهرم الغذائي. اقول على حاجه للامانه، هتصدقوني يعني، تقدري انت بقى ايه تعملي اقتراح حلو قوي. الشوربه دي كده مثلا معانا هي بالشكل ده كده، وعايزه تحط لها لحمه مفرومه. تجيبي لحمه مفرومه زي اللي معايا دي كده، وتعمليها صغيره قد حبايه البسله، شغل المطبخ الياباني بقى، وتحطها في قلب الشوربه، تستوي اللحمه تبقى لطيفه وجميله. يعني هتعصجي اللحمه او انك انت تتبليها زي كفته وتحطها في قلب الشوربه، يعني بتبقى اسمها شوربه الخضار باليوغتليه. اللحمه بتاخد تتبيله وبتبقى لطيفه وجميله. معانا ام مالك. يا ام مالك ازيك؟ ام مالك انا اسف، يا ام مالك ازيك؟ الله يسلم، ازيك يا شيخ؟ نعمه والحمد لله يا ست الكل. عامل ايه؟ عينيا. ايوه يا ام مالك. الو، عامل ايه يا شيخ؟ بعمل شوربه الخضار يا ست الكل. بحب اكلاتك والله كلها يا شيخ. الله يبارك لك، الله يبارك لك. ايوه يا ام مالك. جميل عشان من ايدك والله يا شيخ. الله يبارك لك يا ام مالك، تحت امرك. عايزه اعمل، عايزه تتبيله حلوه الفراخ المشويه يا شيخ. حاضر عينيا الاثنين. والنبي يا استاذه رحاب، سجلي لي الاسئله بتاعت الساده المشاهدين ديت، عشان احنا هنخلص اللايف دلوقتي وهنطلع لايف تاني نجاوب على كل الاسئله. اولا الفراخ المشويه تتبيله حلوه، في سؤال تاني معلش جانا عشان ما حدش يزعل مننا. الشوربه كده تتقدم بالشكل ده كده. حاضر يا غالي، عايز اشوف الكب كيك ده، انا اغرفه لك دلوقتي، بس خلينا اروق لك الدنيا كده عشان الحاجه تبقى ايه حلوه. معانا اتصال، ملك من الجيزه. يا ملك ازيك؟ الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. انا بحب البرنامج بتاع حضرتك جامد. وانا بحبك يا ملك. قولي لي يا ملك، بتحبي تاكلي ايه من ايد ماما؟ انا بهديلك المافن ده يا ملك. شكرا. في قلب الشوكولاه. شكرا. يبارك فيك يا رب. انا هسأل حضرتك عن طريقه البان كيك. حاضر عينيا، نعمل لك البان كيك يا اموره يا عسوله. ادي معانا المافن بتاعنا بألف هنا وشفا. الشوكولاته فين هنا يا شفيق؟ سايحه جوه. حلو الكلام. تعالوا نعمل طبق سلطه معانا، بس خلونا مع بعض عشان يبقى فيه مصداقيه، والمصداقيه والشفافيه ده شعارنا على شاشه القناه الاولى. المكرونه السلسيان بتاعتي طبعا المفروض ان انا اعملها، انا الوقت بتاعي مش هيكفيني، فانا هعمل سلطه لطيفه وجميله، سلطه الذره بالشمندر او بالبنجر. المقادير على الشاشه، معايا ذره صفراء ومايونيز وبقدونس. حلو الكلام. وزيت زيتون وعصير ليمون. سلطه جميله هتعجب حضراتكم على فكره، والاطفال بيحبوها. المقادير في متناول الجميع. اه حاضر عينيا. اه تعالوا نعمل السلطه دي واحنا شغالين كده مع بعض. ادي السرفيز اللي هغرف فيه، وبمسك كده الخس بتاعنا الكابوتشا. عينيا. حاضر حاضر يا غالي. اه اللهم صل على النبي. خس كابوتشا لطيف اهوت. دايما بقول الغسيل الخضار قبل التقطيع مش بعد التقطيع. ناخد كده الورقتين الحلوين دول. حلو. خس الكابوتشا ده فيه ميزه ان هي تتغسل الخصايه زي ما هي كده وتتنشف كويس، وبعد كده نستخدمها زي ما احنا عايزين.
باخد الورقتين الحلوين دول بحطهم جرنش كده برزنتيشن يعني. حلو. وعلى فكره طبق السلطه لما بتغرفيه بشكل فني شويه بيجذب الانظار على السفره. يعني في اطفال في ضيوف بيبقى هو حديث السفره. شفت ده فين يا ام احمد؟ والله شفت الشيف المغازي على القناه الاولى عملوا كاتوه ما كلفتش كتير. يا ام صالح ازيك؟ ام صالح. الو. ايوه يا ست الكل معاك اتفضلي. ايوه انا بشكر حضرتك. الو السلام عليكم. ايوه سامعك سمعت الله وبركاته. ايوه يا ام صالح. انا بشكر حضرتك على الاكلات اللي بتعملها قوي يا شيف. الله يبارك لك. وعايزه ابعت تهنئه لجوزي. جوز حضرتك مسافر فين؟ ايه؟ مسافر الامارات. يرجع بالسلامه ان شاء الله يا ست الكل. وتحيه كبيره لشعب الامارات. امريني اقول له ربنا يخليك لينا وترجع لنا بالسلامه وانا بسلم عليك وصالح بيسلم عليك ورفان بيسلم عليك وياسين بيسلم عليك. سلام وتحيه من خلال شاشه التلفزيون المصري. اه مش حرملكم من حاجه. ارجع يا عم صالح لاولادك بالسلامه. تعالوا نتبل السلطه الحلوه دي مع بعض. حلو قوي. انا طبعا قطعت الخس حطيته بالشكل اللطيف اللي حضراتكم شايفينه ده كده. المفروض ان انا هنا بقى اعمل ايه؟ اتبل الذره الصفراء الحلوه. اهي ذره صفراء معانا بتجاب جاهزه بالشكل ده كده او ان احنا بنسلوه عادي. معانا مايونيز، معانا فص ثوم، معانا زيت زيتون، معانا عصير ليمون، ومعانا مكه. يا مكه ازيك يا شيخ؟ الحمد لله رب العالمين. عامل ايه؟ نعم الحمد لله يا مكه. تسلمني يا رب. ايه الاكلات الحلوه اللي انت بتعملها لنا؟ ايه رايك في المافن اللي انا عملته النهارده؟ واو بتجنن والله. الله يبارك لك. اموري. تسلمني يا رب. معاك اتفضل. عايز اطلب منك طلب يا شيخ. تحت امرك. تسلمني يا رب. انا عايز طريقه الكيكه السفنجيه بتنزل المقادير بتاعتها على الشاشه. واختي واخويا عايزين يكلموك. حاضر. بالنسبه للكيكه الاسفنجيه هاتي اختك الاول اكلمها. طيب ماشي. هنحط المايونيز كده بعد ما نخلص الهواء دلوقتي ان شاء الله. معانا الكيكه الاسفنجيه وتتبيله للفراخ المشويه على طريقتك يا شيف مغازي. حاضر عينيا الاثنين. هنقلب دول كده مع بعض. بعد ما بنقلبهم بنحطهم على وش البنجر. اه حطيت ايه يا شيف؟ حطيت زيت زيتون، حطيت ذره صفراء، شويه بقدونس حلوين. بقى عندي قوام بالشكل اللطيف الحلو ده كده. حلو. اه واخد القوام ده كده يا عم الشيف ونسقطه كده على فين؟ على البنجر. الله. يقوم تنزل الصلصه اللطيفه على البنجر الحلو ده كده وبالف هنا وشفا. السلطه دي بقى لما نحب نهديها برضو كبار السن، الاطفال الحلوين، كل الاسره تاكل منها. ميزتها ان هي سريعه الهضم، غنيه بالالياف، فيها سكريات، حاجه لطيفه وجميله. وفي نفس الوقت الوانها كمان تجذب الانظار على السفره. وما كلفتنيش حاجه. ذرة صفراء اعتقد ان كلنا عارفين الذرة الصفراء في السوبر ماركت على الرف جنب الفول للعلب. حلو الكلام. مش مشكله نشتريها جاهزه، هنغسلها بميه ساعة ونسيبها تتصفى. عندنا البرجر الجميل اللي زي ده كده اهو. مخرجنا الجميل جيبه الله يوفقك اهو. ده برجر بالخير ارضنا اهو. فصيله الدرنيات اللي هي البطاطس اهو. برجر شوفوا الصوره بس قبل وبعد يا رايق اهو. سلطة لطيفة وحلوة والوانها. والاول مرة نقدم البرجر بالشكل ده كده. كنز تحت الدورة الصفراء اه. حلو قوي. بألف هنا وشفا للي ياكل. حلو الكلام. فيها زيت زيتون، فيها توم حي يعني توم صحيح، وفيها بقدونس لطيف وجميل. طيب عشان تعرفوا ان المصداقية والشفافية ده شعارنا على شاشة التلفزيون المصري، احنا معانا مكرونة سيليسيان. انا اتكلمت عنها في البداية. مقاديرها هستأذن فريق العمل الجميل نشوفها على الشاشة. ولكن ان شاء الله باذن الله تعالى تنتظروني بكره ان شاء الله اعملها مع حضراتكم. عيني اهو. مقاديرها مكرونه وجبنه موزاريلا ولحمه مفرومه. يا ام احمد ازيك؟ الو. ايوه يا ام احمد. الو. الو السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. معاك الحاجه ام اسلام لو سمحت. الحاجة أم إسلام. إزيك يا حاجة أم إسلام؟ الله يسلم حضرتك يا فندم. الله يخليك. ممكن أكلم الشيف؟ معاك الشيف أحمد المغازي اتفضلي. ماشي. أمرين يا أختي. الأمر لله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أنا الحاجة أم إسلام. أهلا وسهلا يا أختي. أمرين. إزي حضرتك؟ ربنا يخليك. الله يديك الصحة ويبارك لنا في حضرتك وفي اللي بتعمله إن شاء الله. الله يبارك.
الله يخليك، اللهم صل على النبي. احنا عايزين اكلات بقى للسكر كده والضغط العالي. الف سلامه عليكي، ربنا يعزك، ربنا يعزك. طيب يا رب. عشان خاطرك يا ام اسلام ان شاء الله انتظرينا يوم الاربعاء، بيكون معانا استشاري تغذيه علاجيه بنسال الاسئله وان شاء الله من ضمن سؤال حضرتك ان شاء الله اليوم الاربعاء. مين الدكتور معانا؟ الدكتور ناجي بهاء. الدكتور ناجي بهاء ده معانا ان شاء الله يوم الاربعاء، ده صديقي انا طبعا استضفته قبل كده كتير، هيكون معانا يوم الاربعاء ان شاء الله، ونتكلم عن الامراض السكر وامراض الضغط وكل الاسئله اللي ممكن حضراتكم تسالونا عليها، ومن خلال السوشيال ميديا بيفلتر الاسئله كلها وبيحضرها لنا، وبنبدا بنعرضها على الدكتور وبنجاوبها لحضراتكم. انا عايز اقول النهارده مقادير المكرونه، طيب برافو عليك يا مخرجنا. معانا بتنجان بتقطع مكعبات ويتقلي، معانا لحمه مفرومه بتتعصج، انا محضر لها والله حاجات كتيره، ومعانا جبنه موزاريلا ومكرونه سباكيتي وبيض. ايه اللي بيحصل نظري كاني بشرح مقادير اكله؟ البتنجان بعد ما يتحمر والمكرونه تتعصج على النار والمكرونه تتسلق، كل ده بيتقلب مع بعضه، بيجمعهم كوبايه من البشاميل مع جبنه موزاريلا مع بيضه، بيبقى عندي مكون شكله لطيف وحلو انا بسميه الهرم الغذائي من مكوناته كلها، فيه البروتين، فيه الكالسيوم، فيه المعادن، فيه كل حاجه. ممكن نحط شويه فول سوداني جواه مش هتقول لا. بنجيب عجينه الجلاش ونحطها في قلب طاجن او في قلب قالب تشيز كيك، ونحط الخلطه دي كلها ونقفل عليها بالجلاش وندخلها الفرن، تطلع معاك قالب جلاش جواه الهرم الغذائي، والاول مره الهرم الغذائي يبقى جوه قالب من عجينه الجلاش. معانا النهارده السلطه اللطيفه سلطه البنجر بالذره الصفراء بفكر جديد، ومعانا كمان الكب كيك او المافن كيك بالشوكولاته، سلطه لطيفه من درج المطبخ مكوناتها خس وطماطم وخيار وجرجير، يعني من خير ارضنا كله، تبليها بزيت زيتون او تبليها بعصير ليمون، ومعانا شوربه لطيفه بهديها لاطفالنا الحلوين وكبار السن اللي هم الخير والبركه وتاج وعلى راسنا من فوق، عملناها طبعا وفي مشاكل مع الكولون ومشاكل مع سرعه الهضم، الشوربه دي امنه وامنه، مش الشيف اللي مغازل قال ده، العلم اللي قال كلمته، كل ما كان الخضار مهروس بمكوناته كل ما بيكون سريع الهضم وما بياخدش هضم كتير، وخاصة كبار السن والأطفال الصغيرين. مطبخنا بنشوفه يوميا على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، رؤية فن إبداع. منين يا عم الشيف؟ حفظناها خلاص والله يا شيف، من ماس بيرو.